السلام عليكم، كيف حالك؟ مكسر جاب الزمن فيديو جديد في القناة راح بعنوان أساطير لم يحصلوا على الكرة الذهبية. فكرة الحلقة أننا نجيب لاعبين أصلا وطبعا ما أخذ الكرة الذهبية مع أنهم كانوا يستحقونها يعني. فيعني أتمنى الفكرة تعجبكم، أتمنى أنكم تدعمونا بزر اللايك واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك. فيلا خلينا نبدأ على طول. عندنا في مركز الحراسة طبعا الحارس الإيطالي المعروف جالويجي بوفون، طبعا من أفضل الحراس الصراحة مثل ما انتم شايفين. هذه بطاقة جالويجي بوفون من افضل الحراس اللي مروا على تاريخ المستديرة يعني، ولغاية الان ما زال مقدم مستوى خرافي جدا مع نادي يوفنتوس او برفقة يعني نادي يوفنتوس. وبالرغم من سنه الكبير ما زال مقدم اداء جدا اسطوري. طبعا لاعب الصراحة يستحق الكرة الذهبية وبجدارة يعني الحارس الايطالي، لكنه للاسف يعني ما استطاع انه ياخذها. فصراحة حارس جدا ممتاز وما عليه كلام، واكيد يعني الكل يعرف هذا الحارس الاسطوري. وطبعا في حراس ثانيين لكننا اخترنا بوفون. فيعني هذا بالنسبة للحارس يعني. ننتقل على مركز قلب الدفاع. الأول عندنا الصخرة الإسبانية قلب الدفاع اللي هو كارلوس بايول. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه بطاقته من لعبة فيفا 10. طبعا كارلوس بايول معروف من أفضل المدافعين الإسبان، من أفضل المدافعين الصراحة في العالم اللي مروا في يعني في العشر سنوات أو الخمستاشر سنة الأخيرة يعني قبل ما يعتزل. يعني ظل فترة كبيرة يلعب صراحة مع مدافع جدا ممتاز ويستحق الكرة الذهبية يعني، من المدافعين جدا خطيرين اللي شفتهم في نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، لكنه للأسف ما استطاع أنه يحقق الكرة الذهبية يعني. شوف طاقته من فيفا 10 عند الدفاع 94 والهيد 93، طاقات جدا خرافية. فعندنا قلب الدفاع الثاني اللي هو باولو مالديني مثل ما أنتم شايفين هذا بطاقة مالديني. فطبعا اللاعب أيضا معروف جدا من أفضل المدافعين الطليان يعني، عنده يعني ريتنج في لعبة فيفا 92. طبعا اللاعب ايضا يستحق الكرة الذهبية وبجدارة يعني، كان مقدم اداء يعني جدا خرافي الصراحة باولو مالديني مع ميلان. يستحق الكرة الذهبية بجدارة لكنه للاسف ما استطاع انه يحققها. فيعني مثل ما انتم شايفين عندنا حراسة ومدافعين من يعني كلهم اساطير الصراحة ويستحقون انهم ياخذوا الكرة الذهبية، لكن للاسف ما يعني ما قدروا يحققوها. فننتقل على مركز الظهير اليمين. هو مو ظهير يمين لكن حطينا اللي هو دافيد بيكهام. طبعا كنا راح نجيب كابو يعني لو كان موجود في لعبة فيفا لكن ما جبناه، فجبنا دافيد بيكهام مثل ما انتم شايفين هاي بطاقته في فيفا 10. كان الريتنج عنده 82 يعني، شوف الباصات عنده 91 على طاقة والشوط 80، دربل 77 والدفاع 71. طبعا هاي بطاقته يعني من لعبة فيفا 10. ايضا دافيد بيكهام الصراحة الكل كان يتوقع انه يحقق الكرة الذهبية، لكن للريفالدو يعني اللي حصل عليها يعني لما يعني ترشح لجائزة الكرة الذهبية، لكن ريفالدو اللي حصل عليها مع انه الصراحة كان يستحقها بجدارة ايضا. وحتى في نسخ ثانية يعني كان يستحق انه يحصل الكرة الذهبية لكن للأسف ما حققها، وعلامة استفهام كبيرة يعني انه دافيد بيكهام ما حقق الكرة الذهبية مع انه كان يستاهلها وبجدارة الصراحة. فهذا بالنسبة لهذا اللاعب. عندنا مركز الظهير اليسار، الظهير اليسار البرازيلي المعروف جدا طبعا اللي هو روبرتو كارلوس. فمثل ما انتم شايفين هاي بطاقة روبرتو كارلوس ليجند طبعا في لعبة فيفا. فعنده الريتنج 88، عنده السرعة 91، الباصات 84، الفيزيكال 85، عنده الشوط 81، الدفاع 82، دربل 79. فالمهم طبعا اللاعب يعني من افضل الاظهرة اليسار اللي مروا الصراحة يعني، عليه رجل صاروخية ما شاء الله يعني تبارك الله. وطبعا يعني عمل اسيست خرافي لزيدان في النهائي ضد بايرن ليفركوزن. فايضا لاعب يعني يستحق الكرة الذهبية وبجدارة لكن للاسف ايضا ما استطاع انه يحققها. فنحط هنا الخطة 4-3-3 عشان تمشي معنا على خطوط الوسط. فجبنا او في خط الوسط الاول عندنا اللي هو توتي، فرانشيسكو توتي. فهي بطاقته فيفا 10 مركزه سي ام مثل ما انتم شايفين. بطاقته فيفا 10 ريتنج عنده 91، عنده السرعة عنده الدربلينج والشوط والباصات 3-92. يعني لاعب من اللاعبين جدا خرافيين من المهاجمين الايطاليين، او يعني يعني المهاجم الوهمي جدا خرافي اللي مر على تاريخ ايطاليا وتاريخ روما ايضا. يعني لاعب جدا وافي لنادي روما، ما غادر نادي روما بالرغم من انه جاله عرض يعني من ريال مدريد لكنه ما غادر روما. صراحة من اللاعبين جدا خطيرين وجدا ممتازين، فما حقق الكرة الذهبية ايضا للأسف. فعندنا المركز السي ام اليمين او السي ام الثاني يعني اللي هو تشافي هرنانديز. يعني اللاعب جدا معروف، لاعب من افضل لاعبي خطوط الوسط اللي مروا الصراحة يعني، عليه اسيستات خرافية، يصنع يسجل، عليه فاولات، عليه كل شيء. صراحة من اللاعبين جدا ممتازين لكن للأسف ايضا ما استطاع يحقق الكرة الذهبية. فهي بطاقته مثل ما انتم شايفين يعني من سنة تقريبا فيفا 12، عنده الباصات 99 والدريبلينج 90، الشوط 85، طبعا ريتنج 97. يعني بطاقة جدا خرافية الصراحة بالنسبة لتشافي لكنه للأسف ما استطاع يحقق الكرة الذهبية. وطبعا للتنويه انه تشافي يعني اكثر لاعب اسباني حصولا على الجوائز، فللأسف ايضا ما استطاع انه يحقق الكرة الذهبية مع انه كان يستحقها وبجدارة الصراحة، لكن يعني غالبا ما كان ميسي اللي ياخذها لما يترشح. فعندنا طبعا السي ام الثاني خدنا اللي هو اندرياس انيستا. مثل ما انتم شايفين
أندريس إنيستا من أفضل خطوط الوسط الإسبان أيضا، يعني هو وتشافي كانوا في برشلونة، يعني الصراحة يعني تحس إنه خط وسط برشلونة أقوى من أقوى خطوط الوسط في العالم، مثل ما أنت شايفين بطاقته، عنده الباصات 99 والدريبلينج 97 وعنده الريتنج 96. وطبعا كنا راح نجيب خط وسط معاهم اللي هو أندريا بيرلو، طبعا في لاعبين كثير يعني ما جبناهم في هذه التشكيلة، لكن للأسف ما كان، فاعتبروا يعني إننا حطينا بيرلو على سبيل المثال. فايضا كان اللاعب يعني الصراحه يستحق الكره الذهبيه وبجداره، لكن ايضا للاسف ما استطاع انه يحققها. فهاي يعني بالنسبه لخطوط الوسط، مثل ما انت شايفين عندنا تشافي وتوتي وانيستا. وطبعا ننتقل لمركز الار دبليو او الجناح اليمين، طبعا هو مو جناح يمين لكن حطيناه، طبعا اللاعب اللي هو اليساندرو ديلي بيرو، طبعا لاعب جدا معروف، مهاجم يوفنتوس والمنتخب الايطالي، من المهاجمين جدا خرافيين الصراحه اللي مروا على تاريخ المنتخب الايطالي. ما اعتقد يعني انه صعب يجي لاعب مثله. فمثل ما تشوف هي بطاقه يعني فيفا 10 عنده الريتنج 89 على الاقل، الدربلينج 92 والشوت 89، وعنده الباصات 84، وللاسف ما استطاع انه يحقق الكره الذهبيه مع انه ايضا كان يستحقها. يعني كل اللي في التشكيله كانوا يستحقوا الكره الذهبيه اكيد، لكنهم للاسف ايضا ما يعني ما استطاعوا انهم يحققوها. فمثل ما انت شايفين ديل بيرو عندنا في المركز، حطيناه في مركز الجناح اليمين، يعني صح انه ما يلعب جناح يمين لكن حطيناه. فمشكلة ننتقل لمركز الاس تي، عندنا اسطورة ريال مدريد يعني والمنتخب الاسباني ايضا راؤول جونزاليس، مثل ما انت شايفين هاي بطاقة فيفا 10، فعنده الريتنج 81. طبعا يعني كان راؤول على اخره، يعني ما اعرف الصراحة كم سنة كان عنده في سنة 2010. فالمهم مثل ما انت شايفين يعني ايضا اللاعب يعني كان مقدم اداء جدا خرافي، وكان الهداف التاريخي لريال مدريد يعني قبل ما يجي كريستيانو رونالدو يكسر الرقم، لكنه للاسف ايضا ما استطاع انه يحقق الكرة الذهبية مع انه ايضا كان يستحقها اكيد. فلاعب جدا اسطوره الصراحه وكان يستحق الكره الذهبيه. فهذا بالنسبه لهذا اللاعب. مركز الجناح اليسار عندنا طبعا المشهور جدا لاعب تيري هنري، اللي كان يلعب طبعا في برشلونه وارسنال وتقريبا نيويورك الامريكي، الصراحه ما اعرف اسم النادي الامريكي، ريد بولز ولا شيء زي كذا اللي لعب فيه اخر نادي يعني. فاللاعب ايضا طبعا يستحق الكره الذهبيه وبجداره يعني، لكنه للاسف ايضا ما استطاع انه يحقق الكره الذهبيه، ويعني كان يستحقها اكيد، وكل اللاعبين اللي في التشكيله كانوا يستحقونها. فطبعا يعني ما جبنا كل اللاعبين، اكيد في لاعبين ثانيين استحقوا الكره الذهبيه، لكن هذا من وجهه نظري يعني افضل اللاعبين اللي استحقوا الكره الذهبيه وما حققوها. فبس يعني كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من زر اللايك واشتركوا في القناه اذا ما كنتم تشتركوا. فبس هذا كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، في امان الله.